وانطلقت الآن الجياد في شوطها الثاني على جائزة سعيد بن بيشان الدوسري يرحمه الله من أهل الدرعية وأحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله وثراه. هذا الشوط على مسافة 1650 متر لجياد الإنتاج السعودي عمره 3 سنوات وأكثر التي كسبت من سباق وحتى 3 سباقات ويقام على مسافة 1650 متر قيمة الجائزة 44,000 ريال. الصدارة لهوى بلادي في المركز الأول متابعة أيضا في المركز الثاني من المساهم وأيضا أحد الجياد من الخارج المساهم غطي عليه وفي المركز الرابع عاطي وبدأت الآن الجياد في الاقتراب من بعضها البعض خصوصا مع اقترابها من المنعطف ما قبل الأخير باتجاه خط النهاية. والآن المركز الأول لهوى بلادي، هوى بلادي متقدم ومتابعة من بقية الجياد في هذا الشوط والتنافس قوي مع بلوغ الجياد للمنعطف الأخير باتجاه خط النهاية وهو بلادي من الداخل وأيضا محاولات من الصمة في المركز الثاني وأيضا من الجواد عاطي من الداخل ومن مقام العز أيضا من الخارج والصدارة لهوى بلادي محاولات من الصمة لأخذ الصدارة وأيضا من بقية الجيات في هذا الشوط وعاطي أيضا يحاول التقدم من الداخل والصمة تتصدر الآن في المركز الأول. إذن كما تشاهدون الصمة تحقق المركز الأول في الشوط الثاني. ألف مبروك.